ولو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير ما يعمل المدرب على تقسيم الفريق إلى مجموعتين، مجموعة تدرب مثلا على التصويب ومجموعة تلعب 5-5، فبعد فترة يبدلون، شوف العشرة اللي يلعبون 5-5 لأجل الحيازة يأتون مكان لاعبين اللي يلعبون التصويب، واللي يلعبون التصويب يروحون مع المساعد، أنا كاتب assistant coach مع المساعد عشان يلعبون ما يعرف 5-5. يكون هناك استثمار التدريب التخصصي، لأن هذا الشوتينج تقريبا تخصصي، مثلا المدرب يلعب إلى 9 بسيط، 9 أمام 7، 7 يهاجم الكرة، 7 إلى 9، 9 صار بالجناح يعيدها أمام الهدف لمن؟ لأول لاعب اللي هو 9، هذا 8 وليس 9، فالكرة من المدرب إلى 9 أمام 7، 7 يهاجم أمام 8، 8 يهاجم، 8 يعيدها 9 أمام الهدف، 9 يهاجم ويصوب، والثنين 7 والثمانية يهاجمون الهدف أو يتابعون الكرة المصوبة على الهدف هنا وهنا. بس عدة محاولات مع تبديل مراكز اللاعبين، ضروري تبدل مراكز اللاعبين، ثم توقف الفعالية كمدرب. أنت هؤلاء 5-5 استمروا على اللعب، لعب بسيط لأجل الحيازة تحت إشراف المساعد، يبدلون، هاي العشرة تروح هناك، هاي العشرة تأتي هنا، عشرة اللعب تصير عشرة التصويب، عشرة التصويب تصير عشرة لعب. ودائما وابدا أسأل الله لكم الصحة والعافية، مجرد تنظيم تدريب لا أكثر ولا أقل. اليوم 24/11/2024، صلاة على سيدي رسول الله الهادي الأمين شفيعنا يوم الدين إن شاء الله. شكرا جزيلا.